مشاهدين الأعزاء، الثامن من نيسان أبريل 2010، المركز الوطني للإعلام يحييكم. هذه نشرة إخبارية نقدمها لكم عبر القناة الحكومية. وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين العراق ولبنان، أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، وأضاف أنه تم تخويل وزير المالية بصلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية. وقال الدباغ في بيان أصدره اليوم الخميس أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة عقد الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد ظروف ملائمة للاستثمار، مشيرا إلى أن مشروع الاتفاقية يركز على إتاحة الفرص الاستثمارية وضمان حقوق المستثمر في إطار قانوني. وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع الوزارات والدوائر الحكومية بعدم عرقلة منح الموظفين من الرياضيين التفرغ للمشاركة في البطولات الرياضية. وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلمت الأمانة بعرقلة العديد من الوزارات منح الموظفين من اللاعبين والمدربين والإداريين إجازات تفرغ للمشاركة في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية. وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت على ضرورة تسهيل مهمة الرياضيين وإبداء المساعدة لهم أثناء التدريب أو الإفاد داخل أو خارج العراق. أطلقت وزارة الدولة لشؤون الأهوار 40% من ميزانيتها للعام الحالي. وقال وزير الدولة لشؤون الأهوار حسن الساري للمركز الوطني للإعلام إن الوزارة صادقت على ميزانية مشاريع إنعاش الأهوار للعام 2010 والبالغة 200 مليار دينار. وأضاف أن التخصيصات التي صادقت عليها الوزارة شملت إقامة مشاريع خدمية في قطاعات الكهرباء والطرق والإسكان والصحة والتربية والموارد المائية، إضافة إلى مشروع نصب البدالة اللاسلكية في المحافظات الجنوبية الثلاث ذي قار وميسان والبصرة. أوقفت محافظة السليمانية تنفيذ المشاريع المحالة والداخل مرحلة التصميم حتى إجراء تحسينات ضرورية في شروط العقود. وذكر مصدر مسؤول في المحافظة للمركز الوطني للإعلام إن محافظة السليمانية تعمل على توحيد شروط إحالة المشاريع من قبل المديريات بهدف تحسين مستوى التنفيذ. وحسب المصدر فإن قسم التخطيط في المحافظة يقوم حالياً بسحب جميع المشاريع المحالة من الشركات المنفذة لإعادة إحالة المشاريع مرة أخرى حسب التوصيات الجديدة للمحافظة. تمتلئ شوارع بغداد بالمركبات الحديثة بمختلف أنواعها وصناعاتها. المواطنون عزوا إقبالهم على اقتناء السيارات الحديثة والفارهة إلى تحسن الأوضاع المعيشية والاستقرار النسبي في الحياة اليومية لأهالي العاصمة. القناة الحكومية زارت معارض بيع السيارات ورصدت حركة التجارة هناك. إنها ليست منصة رقص طبعا، ولكن ربما تكون هكذا، أو يمكن وصف هذا المشهد بأنه كرسي استرخاء متنقل. وإذا طلبنا من الكاميرا أن تصور من الخارج سيتضح أنها سيارة فارهة تقف كعارضة أزياء متفردة القوام في إحدى زوايا هذا المعرض الكبير للسيارات في بغداد. الانفتاح على الدول، نمو دخل المواطن، الاستقرار الأمني، كلها أسباب دفعت بالمواطن العراقي إلى الإقبال على شراء السيارات ليست عالية الرفاهية بل المناسبة منها حسب ما يرى أحد تجار معارض السيارات في بغداد. مكان أي مواطن يقدر يستورد أي سيارة. هسه انت عندك استعداد انه انت تريد مواصفات سياره خليجيه بالتليفون خلال 7 ايام تدخل اي ميناء، ميناء البصره، ميناء عن طريق عمان، تدخل السياره خلال 10 ايام لبغداد. الياباني والكوري ثم الالماني خيارات لوحظت اثناء اقبال المواطنين على اقتناء سياراتهم. في موازاه ذلك تبقى عمليه ترقيم السياره بعد شرائها مشكله اشرها اصحاب المعارض، ودعوا الحكومة إلى وضع إجراءات تسهل هذه العملية، إذ تكلف كلفة وضع الأرقام أكثر من 4000 دولار للسيارة، الأمر الذي يسهم في رفع أقيام السيارات لتلامس مؤشرات سعرية باهظة.
بس السياره تجيب لناك يعني انت تحسب لها انت يعني حوالي $4,000 بس رقم السياره. وهذا خلى السياره تصعد يعني السياره سعرها $11,000 حيصير سعرها $15,000. وهاي كلها وانت على المواطن السر مو على احد يعني تكلفتها حصر على المواطن. اذا الانفتاح على الدول، نمو دخل المواطن، الاستقرار الامني اسباب وفرت الاجواء المناسبه لان تنتعش حركه بيع وشراء السيارات في العراق بشكل ملحوظ، وان بقي الامر يعاني من بعض الإشكالات ولا سيما فيما يتعلق بنمط العيش لغالبية المواطنين. القناة الحكومية، المركز الوطني للإعلام. مشاهدين الأكارم، نشرتنا انتهت. لمتابعة أكثر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.nmc.gov.iq. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.